بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، مشاهدي النهار رياضة الدوري الممتاز به معلقكم مؤمن عبد الغفار من خلال شاشة النهار رياضة في كل أنحاء مصر، متابعة رائعة للدوري الممتاز به الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية، مجموعة القاهرة والقناة، لقاء يجمع فريقي اتحاد الشرطة في ملعبه في أكاديمية الشرطة بالعباسية. أول كان ممكن باتريك أوماري يجيب جول في أول دقيقتين لاتحاد الشرطة. ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية في مواجهة الزرقاء اللي بيلعب كده على شمال المقصورة، على يمين اتحاد الشرطة، تيشيرت أبيض شرطة أزرق شراب أزرق والزرقاء بالزي الأحمر الكامل. خش في أجواء اللقاء. اتحاد الشرطة 7 نقاط في المركز العاشر، بادي بتشكيلة النهاردة المدير الفني كابتن طارق السعيد، لحراس المرمى عمرو عبد المجيد، 4 في خط الظهر، 2 قلبي دفاع اسلام ابو سليمه احمد فوزي، 2 مساكين على اليمين محمود ناجي وعلى الشمال احمد حسني، في وسط الملعب محمد التوني حميده علي ايمن سعد احمد عجله والغاني باتريك اوماري وخالد صلاح، 2 مهاجمين بيلعب 4-4-2. يمكن جات لنا تشكيله متاخره قوي من فرقه اتحاد الشرطه، يعني برضو نتمنى كده من اتحاد الكرة يعني يبقى التشكيل يجي لنا بدري، يبقى في حد من لجنة المسابقات او المراقب اللي موجود يجي له التشكيل من الفريقين قبل المباراة ب 45 دقيقة على الاقل حتى، لكن الناس بيفضلوا يأخروا التأخير، يعني يأخروا كده التشكيل لغاية قبل المباراة ب 10 دقايق، يعني الناس في الملعب وبتسخن وما خدناش التشكيل اللي متأخر. نخش في تشكيلة الزرقاء بقيادة النهاردة سمير موسى رئيس نادي الزرقاء، هو المدير الفني المؤقت للزرقاء، عرفنا كده ان هيتولى المسؤوليه بعد المباراه كابتن حسام غويبه، نتمنى له التوفيق باذن الله في الفتره اللي جايه، واحد من نجوم النادي المصري في السبعينات. لحراسه المرمى فريق الزرقاء رجب محمود، 4 في خط الظهر محمد مانجا وعصام نصار، 2 مساكين على اليمين احمد سمير موسى وعلى الشمال سيد احمد معوض، في وسط الملعب ابراهيم سليمان وبسام الحسيني، قدامهم 3 النجيري فاين اجبو النجيري، محمد بسيوني كافو، احمد عبد الموجود بحبح شهرته كده رقم 10 احمد عبد الموجود بحبح، ومهاجم وحيد محمد عبد الكريم. ادي فاين اجبو يلعب عرضيه كده فيها قلشه تعدي وتطلع ضربه مرمى. خلنا في 4 دقائق اخر اللقاء، خسروا الزرقاء من منتخب السويس 1-0، اتحاد الشرطه تعادل مع الترسانه 1-1 في ملعب الترسانه، اخر لقاءات الفريقين. اتمنى طبعا مع حكمنا المميز كابتن سمير محمود عثمان اللي بيدير اللقاء النهارده من منطقه القاهره، صاحب ال 45 عام سمير محمود عثمان، مع مساعد اول احمد بكر ومساعد الثاني احمد عبد السميع. ادي عرضيه بيطلع خط الظهر مره ثانيه، احمد بكر مساعد اول من منطقه بورسعيد، احمد عبد السميع من منطقه اسكندريه، السيد حوده من منطقه اسكندريه، ومراقب المباراه كابتن اسامه عباس اللاعب السابق اللي كان بيلعب فتره في النادي الاهلي والاسماعيلي اسامه عباس. مره ثانيه بتتلعب ناحيه يمين نادي الزرقاء، تمريره كده وحشه في وسط الملعب، اجبو فاين اجبو عايز يلعبها، تمريره مش مظبوطه، اتحاد الشرطه بيلعب في ملعبه من الفرق اللي بتنافس طبعا في المجموعه، اخر اللقاء تعادلوا مع الترسانه 1-1. باتريك اوماري الغاني تمريره ناحيه اليمين، هنلاقي ايمن سعد رقم 8 بياخد الجبهه اليمين وعجله هو اللي بياخد الناحيه الشمال، تسديده كده الراجل من مسافه بعيده جدا مش مظبوطه. ايمن سعد رقم 8 اللي قدامنا لجالهم من نادي الاسيوطي، قياده فنيه للكابتن طارق السعيد اللي موجود على شمال المقصوره، نفس الكلام سمير موسى، وهنلاقي المدرب العام هو اللي موجود برضه، كان موجود في الجهاز القديم اللي كان موجود مع علاء صابر المدير الفني، لكن شايفين بقى سمير موسى رئيس النادي واقف في المنطقه الفنيه وبيدير اللقاء، يطلع مره ثانيه اماميه خط الظهر توصل في دايره السنتر، احمد فوزي لحميده، حميده علي رقم 22 تتقطع الكرة، لكن بداية كده لغاية دلوقتي واحنا في 6 دقايق تمريرات في وسط الملعب بتتقطع من الفريقين، اتعملت ناحية اليمين تطول وتطلع رامية تماس. ادي قدامنا رقم 13 احمد سمير موسى هو كابتن الفرقة،
تمريره كده رمية التماس اتلعبت ناحيه اليمين قطعت. في هدوء كده في اداء اتحاد الشرطه رغم ان بيلعبوا في ملعبهم، بتبقى مهم جدا البدايه الهجوميه. باتريك اتحرك كويس جدا، رقم 24 على حدود خط 18، تسديده ضعيفه وكان ممكن يغير اللعب الناحيه الثانيه، ناحيه اليمين ناحيه ايمن سعد اللي موجود الناحيه الثانيه. ادي ادي الراجل هنا الغاني باتريك وماري. تمريره قطعت مره ثانيه، حميده عايز يلعبها تمريره اسلام ابو سليمه، الخبره الكبيره اللي موجود مع اتحاد الشرطه، يلعبها ناحيه اليمين يخلصها كويس قوي لمحمود ناجي رقم 21، تخبط وتغير اتجاهها وتطلع رامي التماس. معانا النهارده طبعا زميل الاعلامي الكابتن فايز ثروت، متعه الحوار والتحليل طبعا مع نجوم مصر الكبار، اتمنى لهم كل التوفيق النهارده. الكابتن جمال عبد الحميد نجم مصر ونادي الزمالك ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن ياسر ريان، ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الكابتن جمال حمزه. استمتع معاهم النهارده، تحليلاتهم قويه في مباراه الدرجه الثانيه في كل المجاميع. لكن لغايه دلوقتي واحنا داخلين في 7 دقائق لسه المباراه اللي قدامنا، يعني فتره جس نبض شويه، تمريرات مش مظبوطه من الفرقتين، في هدوء كده من فرقه الشرطه في الملعب. اتلعبت اماميه ناحيه اليمين، ايمن بيلعب العرضيه تعدي الناحيه الثانيه ناحيه عجله، هو هداف الفرقه مع اتحاد الشرطة، واحد ضد واحد يسندها مرة تانية الحسني، عايز يلعب العرضية، تدخل قوي، اتقطعت الكورة، عايز ياخدها لنفسه إبراهيم سليمان رقم 8 في وسط الملعب. إجبو تمريرة اتقطعت هنا في وسط الملعب من فريق الزراكن بسام الحسيني، ممكن يسدد عجلة على حدود خط ال 18، سمير عثمان ما اداش حاجة، قطعت الكرة توصل خارج حدود 18. ادي رقم 9 كان قدامنا وقع في الكرة الأخيرة. ادي بيتكلم هنا طارق السعيد واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر. 7 نقاط لغاية دلوقتي اتحاد الشرطة. ادي هنا الراجل يعني برضو فيها كلام لكن برضو متحسبش، يعني الراجل هنا عدى، بعد ما عدى راح موقع نفسه، بس فيها دفعة برضو شوية باينة هنا من الزاوية دي تبان شوية، رقم 25 بسام الحسيني مواليد 94 اللي قدامنا دوت، شفناه يعني ما شاء الله قامة قوية جدا، عثمان قوي في وسط الملعب مواليد 94، كان جالهم من كهرباء الطلخة. وادي رئيس النادي واقف في المنطقة الفنية. تسع دقايق، الزرقاء لعب 3 لقاءات لغايه دلوقتي ما حققش الفوز، فريق الزرقاء تعادل مباراه واحده، بالمصادفه كده تعادل مع الترسانه في اول افتتاحيه الدوري، خسر 4 لقاءات ليه هدفين وعليه 9 نقطة وحيده في المركز قبل الاخير مركز 18. لكن الشرطه من 4 مواجهات، يمكن الزرقاء كمان لعب 3 وليه مباراه كان باي كده في احد الاسابيع، الشرطه من 4 لقاءات فاز في لقاءين اتعادل في لقاء وخسر مباراة من السكة الحديد هنا في ملعبه. ليه 6 جوال عليه 5، 7 نقاط في المركز العاشر، يتمنى طبعا طارق السعيد في المركز العاشر ان هو ياخد 3 نقاط، 3 نقاط يفرقوا معاه كتير جدا. يعني اذا خد 3 نقاط يوصل 10 نقاط، يتساوى مع سيراميكا والنصر، سيراميكا في المركز الثاني والنصر في المركز الثالث، ومتصدر المجموعة لغاية دلوقتي منتخب السويس بقيادة مديرهم الفني الكابتن خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق. ادي اسلام ابو سليمه، لكن برضه بكرر 10 دقائق تعادل سلبي. وادي مدرب حراس المرمى وليد ابراهيم، جهاز فني زملكاوي زي ما شايفين، وائل الاباني ومعاه بشير التبعي، طارق السعيد جهاز زملكاوي موجود مع اتحاد الشرطه. مره ثانيه باتريك في وسط الملعب لحميده، تمريره ناحية اليمين أيمن سعد، أيمن تولت منه الكورة عايز يستفاد بركنية، لكن عرضية بتقلش هنا من خط الظهر، تروح مرة تانية لناجي بيلعب العرضية وحشة قوي، عايز أخف من كده شوية عشان يستغل باتريك وماري اللي موجود جوه ال 18. أحمد سمير موسى نجل رئيس النادي ناحية اليمين، أحمد سمير موسى
رقم 13 وادي هنا الفاول لرقم 9 محمد عبد الكريم. عامل فاول احمد حسني الظهير الايسر اللي بيلعب على حساب مصطفى هاني اللي اصيب في مباراه الترسانه، اللاعب الاساسي اللي بيلعب ناحيه شمال مصطفى هاني. اكثر من تغيير كده معمول من طارق السعيد. غيابات موجوده زي معتز نجيب خارج التشكيله، مصطفى هاني واحمد السيسي وطارق مسلحي. فاول لمصلحه الزرقاء. عملها جوه ال 18 يطلع خط الدار، ترد في وسط الملعب. قماري في وسط ثلاث اربع لعيبه، جه في ايد الكره بمنتهى السهوله تروح مره ثانيه لخط ظهر الزرقاء. اصاب نصار يرجع كرته لحارس المرمى رجب محمود. نفس الكلام هنلاقي الحسيني الازاز حارس المرمى، وادي هنا كره كان ممكن يبقى فيها خطوره خط الظهر، مش ممكن تدخل فيها هنا. فاول. فاول لمصلحه اتحاد الشرطه. هتبان مره ثانيه هنا كره اتلعبت في العمق. ادي رقم 8 ابراهيم سليمان اللي بيزيد دايما في المناطق الهجوميه. عدى كده في تمريره كان ممكن يبقى هدف. الكره الراجل حارس المرمى بيلعبها، وهنشوف هنا طبعا في مساحات موجوده. الراجل هنا حاول يغطي لمسها، والراجل كان مكمل الناحيه الثانيه لزايد من نص الملعب احمد بحبح رقم 10 او احمد عبد الموجود رقم 10. الراجل ابراهيم سليمان زايد لمسها احمد عبد الموجود بحبح دماغه وكمل ابراهيم سليمان. راجل مكمل هنا وزقها، لكن خط الظهر وحارس المرمى طلع في توقيت مناسب جدا عمرو عبد المجيد، وكان مكمل معاه رقم 20 احمد فوزي. احمد فوزي رقم 20 وحارس المرمى كملوا كده مع الراجل ابراهيم سليمان. ادي بيفكر هنا يعني طارق السعيد بعد ما وصلنا 13 دقيقه. وادي اسلام ابو سليمه يعتبر كده من اللعيبه القدامى اللي فضلوا موجودين مع اتحاد الشرطه. قام الحمد لله حارس المرمى وابراهيم سليمان. بدايه تفرق طبعا لاي فرقه وخاصه بيلعب في ملعبه طارق السعيد، عايز كده برضو يبقى في ضغط هجومي من البدايه ويضغط على الفرقه ويجيب جول بدري. فكر في الثلاث نقاط. طارق السعيد المدير الفني كانوا بيطلقوا عليه كده ريفالدو الكره المصريه. ادي تمريره الراجل في وسط الملعب عمل مشكله لفرقته وهو اللي عمل الفاول. يعني التمريره من البدايه الراجل يعني ما فيش اي اعتناء بالكره او اي اهتمام بالتمريره، لو اتعادت هتبان. الراجل جات له الكره في وسط الملعب بيلعبها اي حاجه عليت وراحت عملت مشكله للمساكين، وهو برضو اللي عمل مشكله هنا. محمد التوني رقم 10 ادي قدامنا، التمريره من البدايه عملها وحش جدا وهو اللي راح عمل فاول هنا مع فاين اجبو، وعمل مشكله لفرقته والخط ظهره. بقى ضربه حره مباشره خارج حدود ال 18 25 يارده، اي حد ممكن يقدر يلعبها كويس لو مميز في الحاجات دي من فوق الحيطه. بيرجع ال 10 ياردات سمير محمود عثمان نجل الراحل العظيم حكمنا الدولي السابق محمود عثمان رحمه الله عليه. هل هتتلعب على مرتين ولا هتتعمل بقى للراجل اللي في ظهره؟ هنشوف هيعمل فيها ايه فريق الزرقاء. اتعملت من مره واحده، تخبط وتغير اتجاهها وركنيه. اول ركنيه بعد ربع ساعه. الركنيه الاولى لمصلحه الزرقاء، نشوف مين اللي هيلعبها. وادي رقم ثلاثه السيد احمد معوض او السيد معوض، اول مشاركه ليه مع فريق الزرقاء من بدايه الموسم. على اسم بقى سيد معوض برضو واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر والاسماعيلي. عملت على القائم الاول لكن يطلع لسه فيها خطوره. اول فرصه خطيره، اول فرصه خطيره لفرقه الزرقاء. بدا يخش في الجيم خلاص، الرهبه راحت، بيلعبوا بيأدوا كويس وبداوا يوصلوا للجول، بداوا ياخدوا فاولات، وممكن كده نشوف بقى مباراه كويسه منهم ومن اتحاد الشرطه. فاول في وسط الملعب، حكم الرابع واقف في المنطقه الفنيه نص الملعب كده السيد حوده. ادي هنا الراجل خد رجله محمد التوني، فاول في وسط الملعب. لكن لو هدف
سواء للزرقاء او اتحاد الشرطه دلوقتي يحلل المباراه مفيش كلام، ونستمتع مع لقاء قوي ومع استوديو قوي ويقدروا يتكلموا ويبقى في فنيات يبقى في الملعب يقدروا يتكلموا عنها. لكن لغايه دلوقتي مباراه فيها اخطاء كثيره تمريرات وفيها استعجال من فرقه اتحاد الشرطه اللي كانوا بيأدوا في المباراه الاخيره اداء كويس جدا، لكن لغايه دلوقتي ادائهم في اول 16 دقيقه لسه ما دخلوش في المباراه لغايه دلوقتي اتحاد الشرطه. بدانا نشوف الزرقاء وبداوا يروحوا لل18 وبيلعبوا كرات عرضيه كثيره، تشتيت مره ثانيه احمد فوزي، الزحله احمد سمير موسى تطول منه، عمل فاول في نص الملعب. صعدوا اتحاد الشرطه طبعا زي ما احنا عارفين في 2008 2009 كان اول موسم ليهم في الدوري الممتاز، لعبوا 9 مواسم في الدوري منهم موسمين اتلغى الدوري، موسم 2011 2012 و2012 2013 كانوا صعدوا مع علاء عبد العال موسم 2008 2009. اماميه طويله على حدود خط ال18 تمشي مره ثانيه عجله يلعب عرضيه على القائم الاول لكن بيشتت خط الظهر، تمركز كويس قوي من خط ظهر الزرقاء، عايز ياخدها لنفسه محمد عبد الكريم، تخبط وتطلع رمية التماس، يلعبها احمد حسني رمية التماس عجله القادم من الاتصالات تمريره ناحيه الشمال، العرضيه على القائم الاول اتعملت حلوه من خالد صلاح المهاجم الثاني اللي موجود مع باتريك وماري. ادي باتريك اومري اتعملت حلوه من البدايه من عجله لاحمد حسني، حسني حطها كده تمريره حلوه ما فيهاش تسلل لان الراجل الباك ليفت اللي هناك هو اللي مغطي. اتعملت عرضيه حلوه من خالد صلاح رقم 28، كان جالهم من نادي الجونه خالد صلاح رقم 28. برضه طارق السعيد يعني مشي كم كبير جدا اتحاد الشرطه عدد كبير الموسم الماضي بعد هبوطهم للقسم الثاني، قدر يتعاقد مع لعيبه كده من القسم الثاني وعامل برضه فرقه مش وحشه. ركنيه اتعملت الناحيه الثانيه، اسلام ابو سليمه كان طالع في الركنيه عشان يلعب بدماغه، مميز بضربات الراس، اتلعبت اماميه فاول لمصلحه الزرقاء. شوف سمير محمود عثمان ادى فاول، هل فاول بقى لاتحاد الشرطه؟ بالفعل ادى فاول لاتحاد الشرطه. ادي رقم 22 حميده كان فيها تدخل من ابراهيم سليمان. ادي محمد عبد الكريم اتلعبت اماميه احمد فوزي على حدود خط ال 18، ارتقاء عالي من محمد مانجا، فاول في وسط الملعب. هذه مرة تانية هنا الفاول بيتعاد قدامنا. اتحاد الشرطة في بداياته أول ما صعد في 2008 2009 كان عنده مجموعة لعيبة جامدة جدا، يعني كان عنده فرقة تقيلة قوي كلهم ما فيش حد فيهم موجود دلوقتي، يعني أسماء كبيرة جدا كانت في الدوري المصري. أحمد حسني تروح في وسط الملعب، حميدة علي بدأ كمان، هنشوف هنا فريق الزرقاء بدأ يضغط كمان من قدام، يعني بيلعب خارج ملعبه وبدأ يضغط على فريق اتحاد الشرطه في المناطق الاماميه، يعني برضو مش قلقانين. هنشوف ادي هنا الراجل رقم 6 عامل فاول، عصام نصار هو ومحمد بدير مانجا الاثنين المساكين مع فريق الزرقاء. اول ما الكره بتبقى في حوزتهم كده الزرقاء بيروحوا يضغطوا ويضغطوا يعني من قدام لما تكون الكره مع اتحاد الشرطه، اول ما بيفقدوا الكره بيرجعوا كلهم في نص الملعب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بحبح رقم 10 بيضغط لكن تتلعب في وسط الملعب لحميده، حميده علي لاعب اتحاد الشرطه يلعب تمريره اماميه، عايز يلعبها لخالد صلاح، مشيت معاه الكوره تسديده فيها استعجال شويه، الراجل كان لازم يصبر لغايه ما يبدا لعيبته يزيدوا جوه ال 18 ويكملوا ناحيه الاطراف. ادي هنا مشيت معاه الكوره، الراجل هنا ظهره للجول ومش شايف هو متمركز فين، سدد ما لبستش وغيرت خبطت في رجل الراجل رقم 24 محمد بدير مانجا. ارتقاء علي مره ثانيه لبحبح ناحية الشمال يلعبها ناحية اليمين محمد عبد الكريم بين الدافعة رافع رايته احمد بكر المساعد الاول، فاول لمصلحة اتحاد الشرطة. ادي احمد حسني بين الدافعة، اول ما صعدوا كان عندهم لعيبة مميزة جدا بداية كده من محمد خلف حارس المرمى لما كان موجود معاهم احمد سعد وعصام سعد الحراس المرمى، كان عندهم عم الافارقة يحيى تراوري ومنسوا بوبا
وعلي رابو يعني بالمناسبه كده من سوا بوبا كمان هو هداف اتحاد الشرطه على تاريخهم في الدوري في التسع مواسم، جايب 22 جول. من سوا بوبا هداف الشرطه لغايه دلوقتي جاب 22 جول. عندهم صلاح ليكو طلع راح نادي الزمالك، طلعوا لعيبه جامده جدا زي خالد قمر، صلاح عاشور، حسام عبد العال، معروف يوسف، اسماء طبعا كثيره، رضا العزب. لما توقف الكره نبقى نتكلم برضو على تاريخ اتحاد الشرطه، رغم ان هم بقالهم تسع مواسم لكن طلعوا لعيبه مميزه جدا. المباراه مش حلوه لغايه دلوقتي، استثناء فرصه كانت ممكن يعني تبقى للزرقاء. رمي التماس فاين اجبو ناحيه اليمين، احمد سمير موسى الظهير الايمن بيلعب ناحيه اليمين، وجنبيه في المنطقه الفنيه والده سمير موسى المدير الفني ورئيس النادي محمد بدير مانجا، يلعبها طويله على حدود 18. اجبو مره ثانيه، احمد حسني بمنتهى الهدوء تطلع ركنيه، حطها كده لحارس مرمى وتطلع ركنيه عشان تبقى الركنيه الثانيه لفريق الزرقاء، الركنيه الوحيده لاتحاد الشرطه بعد 22 دقيقه من بدايه الشوط الاول. الزرقاء في المركز قبل الاخير في مواجهه الشرطه في المركز العاشر. سامي كبيره موجوده في القسم الثاني وفي المجموعه الثانيه، لعبوا فتره كبيره في الدوري الممتاز. الركنيه اتعملت على القائم البعيد، يطلع مره ثانيه ابو سليمه يغير اتجاهها وتروح لحارس المرمى عمرو عبد المجيد، عايز يلعب بسرعه لكن هنا بيعطله الراجل، عايز تعمل هنا فاول لكن بحبح رقم 10، اتلعبت بسرعه من حارس المرمى ناحيه اليمين. محمود ناجي الظهير الايمن يقف على الكوره، لسه مفيش اي مساحه، رجعوا خلاص وتردوا في وسط الملعب فريق الزرقاء، بيرجعوا في نص الملعب بسرعه. وادي عصام نصار، 25 بسام الحسيني في وسط الملعب، محمد بسيوني رقم 27، نلاقي محمد بسيوني في وسط الملعب مع بسام الحسيني او زي ما بيطلقوا عليه كده كافو، رقم 27 محمد بسيوني في فريق الزرقاء. تحضير في نص ملعب اتحاد الشرطه، محمد التوني تمريره مش مظبوطه، قطعت الكوره، عجله عدى في مساحه ناحيه الشمال، مكمل ممكن يلعب العرضيه، هيعمل ايه؟ عملها حلوه 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 العرضيه، كان مكمل هنا رقم 22 وكان مكمل كمان خالد صلاح، خدها لنفسه كويس قوي عجله، هو انشط لعيب اتحاد الشرطه لغايه دلوقتي ناحيه الشمال، عدى بص كويس وعملها عرضيه على القائم الاول، لكن هنا في الاعاده ما بانتش قدامنا، لكن عملها كويس قوي عجله واخترق كويس جدا وعمل عرضيه بيطلعها خط الظهر لركنيه. 24 دقيقة تعادل اتحاد الشرطة والزرقات، عملت هنا تسديدة، الراجل هنا فكر بدل ما يلعب عرضية سددها في الزاوية قريبة كده لكن بعيد عن المرمى. رجب محمود في وسط الملعب، حميدة يلعبها ناحية اليمين، أيمن سعد حافظ على الكرة ويقف عليها لكن تطلع رمية التماس، طلع السيد معوض رمي التماس، وادي ايمن سعد رمي التماس، اتلعبت عصام نصار خارج حدود 18. حمد التوني يلعب في العمق كده حلوه التمريره، لمست ايده هنا مدي سمير محمود عثمان قريب من الكوره وشايفها كويس. بعد 25 دقيقه يعني لو عدينا كده اتحاد الشرطه وبيلعب في ملعبه مفيش فرص خطيره، مفيش اي يعني حاجات تذكر لاتحاد الشرطه، مباراه مقفوله، مباراه في وسط الملعب، تمريرات ما بنلحقش نعد خمس ست تمريرات من الفريقين. حميده اماميه في العمق، تغطيه من الظهير الايسر كويس قوي ويشيلها كويس قوي، لو عدت كان فيها خطوره تروح في وسط الملعب. فاين اجبو النيجيري بيطلع مانجا اماميه ناحيه اليمين، سمير موسى او احمد سمير موسى لفاين اجبو، 27 كافو اللي جالهم من صيد المحله، كان بيلعب في صيد المحله وبلديه المحله محمد بسيوني كافو، ادي كافو تمريره في وسط الملعب، بداوا يستلموا وبدا يلعبوا كوره وبداوا خلاص الرهبه كده الموجوده في بدايه اللقاء،
بدأ دخوله في المباراة في مساحة كبيرة جدا. فريق اتحاد الشرطة في وسط الملعب، عجلة ناحية اليمين، أخطر لعيب اتحاد الشرطة، عايز يراوغ لكن عدى غلط الراجل، وبعد ما عدى بعد ما اتفتحت له المسافة إن هو أو مساحة كده يخش في قلب الملعب، رجع مرة تانية عايز يخرج لبره، اتقطعت الكرة وعمل فاول. كافو لاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب، بيلعبوا زي ما قلت لحضراتكم 4-1 4-1، يعني حطوا واحد كده قدام الاثنين المساكين اللي هو موجود محمد بسيوني كافو، وبيبقى في اربعه في وسط الملعب ومهاجم وحيد محمد عبد الكريم. مره ثانيه محمود ناجي، ناجي عدى عرضيه حلوه يا ولد على القائم الاول، لكن دايما متاخرين شويه مهاجم اتحاد الشرطه، لازم واحد يكون عنده سرعه افضل من كده ويروح على القائم الاول عشان يقدر يلعب الكلام ده. باتريك اوماري لكن بيتاخر كتير قوي باتريك اوماري. احمد سمير موسى زير الايمن يحطها لمحمد عبد الكريم لكافو على مهله، يرجع مره ثانيه ناحيه اليمين احمد سمير موسى. احمد سمير عايز ياخد فاول، لسه ما طلعتش الكوره، بيضغط عليه احمد حسني، زود فيها شويه، قطعت عجله تمريره خالد صلاح، افتح الملعب ناحيه اليمين ايمن سعد يغير اللعب، لو عدت كان هيبقى فيها خطوره، كانت معديه من اماري كان ممكن تروح لعجله، بيغير الملعب في مساحه كويسه قوي تروح لبحبح رقم 8 ابراهيم سليمان. عبد الكريم اجبو ناحيه اليمين، لسه متاخر شويه الظهير الايمن، بدا يكمل عرضيه بتغير اللعب الناحيه الثانيه، اسلام ابو سليمه يطلع بدماغه خارج حدود 18، حميده علي جوه ال 18، ضغط من الفريق الزرقاء من المناطق الاماميه بدري شويه، تطلع رامي التماس كان عايز يعدي ايمن سعد، ادي طارق السعيد من ابناء طنطا، طارق السعيد صاحب ال 39 عام، لعب للفريق الاول موسم 96 كده في فتره مع نادي الزمالك 96 لغايه 2001، وبعد كده انتقل بعديها تتذكروا مشاهدينا راح اندرلخت البلجيكي 2001 2002، وبعد كده رجع نادي الزمالك مره ثانيه من 2002 ل 2006، من 2006 ل 2008 انتقل للنادي الاهلي بعد فتره كبيره طبعا مع منتخب مصر. طارق السعيد وخد 8 بطولات مع نادي الزمالك وكان هداف الدوري موسم 2001. حميده في وسط الملعب، محمد التوني، ايمن سعد، بعرض الملعب على مهله، لسه الراجل لف ودوران كده محمد التوني، رجع كل فريق الزرقاء في نص ملعبه، خدوا وقت في التحضير شويه فريق اتحاد الشرطه، كل فرقه الزرقاء قدام ال 18. اسلام ابو سليمه كرات طويله ترد في وسط الملعب، التوني يرجع مره ثانيه، لسه لو شفنا كده المنظر قدامنا فريق الزرقاء رجعوا في نص الملعب بيلعبوا زون ديفنس من نص الملعب او دفاع منطقه زي ما بيقولوا، استغلال الهجمات المرتده او يلعبوا على اخطاء اتحاد الشرطه، خلاص كلهم قدام ال 18 مش لاقيين اي مساحه، الضغط الموجود دلوقتي هنا من الزرقاء لو لعب البينيه ممكن يبقى فيها خطوره، هيلحق ولا هتطول طويله وتطلع ضربه مرمى. من اشهر اهداف طارق السعيد هتتذكره مباراه الجزائر فاكرينها، ادي طارق السعيد في كاس العالم 2002 كان احرز هدفين في مباراه الجزائر كان في استاد القاهره، ادي العرضيه بتتعاد مره واثنين والراجل هنا حطها بدماغه، يعني بيشيلها الراجل بدماغه ممكن تقلش والجول كان طالع، ممكن تخش في الجول في المرمى لو جت في دماغه من الجنب شويه تروح في الجول. مره ثانيه هل هيسدد؟ تسديده ضعيفه جدا الراجل من مسافه، يعني المفروض تبقى افضل من كده. ادي خالد صلاح، لكن مجمل اللقاء نص ساعة من بداية الشوط الأول مفيش أي فرصة خطيرة لاتحاد الشرطة نتكلم عنها أو حتى محللينا النجوم الكبار اللي موجودين باستثناء عجلة، الراجل اللي بيشتغل ناحية الشمال هو اللي عنده مساحة بيقدر يخترق في الكلام ده ويشتغل ناحية الشمال بتاعة الشرطة أو ناحية اليمين اللي فيها أحمد سمير موسى الظهير الأيمن. تحضير في نص ملعب الزرقاء، في وسط الملعب كافو يقف على كورته بيغير اللعب ناحيه اليمين، تمريره حلوه نجيري اجبو، اتقطعت الكوره للغاني
باتريك وماري، ادي عجله، عجله هيعمل ايه؟ هيفكر في التسديد، بتغير اتجاهها، يروح معاها الحارس رجب محمود، يلعبها بسرعه ناحيه الشمال. بسام الحسيني يلعبها اماميه طويله، محمد عبد الكريم تعدي، احمد حسني يضغط، ادى فاول سمير محمود عثمان، فاول لمصلحه اتحاد الشرطه. ادي بتتعاد مره ثانيه، ادي هنا المسكه واضحه وباينه. اسلام ابو سليمه بدا يزيد، يوصل كده نص الملعب ويقرب ناحيه اليمين. ايمن سعد، ايمن بيراوغ، ضغط عليه من اثنين لعيبه، هيعمل ايه الراجل لوحده؟ خبطت فيه وغيرت اتجاهها على اتحاد الشرطه، رميت التماس. لكن لغايه دلوقتي اتحاد الشرطه ما وصلش، فريق الزرقاء افضل. ادي المسكه واضحه هنا، الراجل يعني ماسك الشورت والتيشيرت وعايز يعدي في مساحه صعبه جدا هنا، يعني انه يقدر يعدي في المساحه ديت. رمي التماس، الزرقاء ناجح في الطريقه اللي بيلعب بيها، بيزود كثافه. خمس لعيبه في نص الملعب، بيلعب واحد قدام الاثنين المساكين واربعه في نص الملعب، وبيرجعوا في نص الملعب مضايقين المساحات على اتحاد الشرطه، مش لاقيين اي مساحه لغايه دلوقتي يوصلوا في التلت الهجومي بتاع اتحاد الشرطه. رمي التماس، هيلعبها محمود ناجي لايمن سعد، خلصها لنفسه كويس، يلعبها عرضيه على القائم الاول، تعدي لسه في الملعب ما خرجتش، بحبح عايز ياخدها لنفسه، معاه اسلام ابو سليمه، اسلام خرج بره الملعب وكان عنده فرصه ان يرجع كرته لحارس المرمى، لكن هو اتلخبط شويه كده، فكر تفكيرين، خدها لنفسه لبره وطولت وطلعت رامي التماس لمصلحه الزرق. ادي اسلام ابو سليمه كابتن الفرقه زي ما قلت لحضراتكم، مشي خالد قمر من عندهم، صلاح ريكو كان عندهم، محمد بسوني وخالد الغندور، خالد سطوحي، عمرو حسام، عصام سعد، حسام عبد العال اللي كانوا موجودين الموسم الماضي، عدد كبير طبعا من فرقه اتحاد الشرطه. ادي العرضيه فيها خطوره، يطلع مره ثانيه الراجل المساك اللي موجود ده جنب اسلام ابو سليمه احمد فوزي، وتطلع ركنيه لمصلحه الزرقاء، الركنيه الثالثه بعد ما وصلنا في 33 دقيقه، ركنيتين اتحاد الشرطه. ادي اتحاد مره ثانيه، الراجل هنا لو عدت كان على القائم الاول، كنا ممكن نشوف بحبح يحرز هدف اول. ادي قدامنا احمد عبد الموجود، شهرته بحبح في نادي الزرقاء. ركنيه اتعملت حلوه حلوه حلوه، مش ممكن، خطا لحارس المرمى، عودنا كل مباراه كده بيعمل اخطاء قاتله عمرو عبد المجيد، مش ممكن، عمل خطا قاتل في مباراه السكه، حب يرقص كده. ادي هنا فاول في وسط الملعب، اخطاء مشكله. ادي هنا هنشوف تدخل قوي رقم 9، يبدو ان هو عجله، يبدو كده محدش لمسه هنا، في العاده هنا ممكن يكون هو لوحده لو اتعادت مره تانية. بصوا يا جماعه هنا مشاهدينا، مش ممكن، الراجل محدش معاه، ولو رايحه في الجول تدخل، مش ممكن. فرصه كده يعني، فرصتين لغايه دلوقتي لفرقه الزرقاء، منهم ركنيتين، يعني ركنيتين بتعدي وكان فيها خطوره، كان ممكن الزرقاء يتقدم بهدف. فرصه هنا بيتكلم رئيس نادي الزرقاء اللي واقف في المنطقه الفنيه مع محمد بسيوني كافو، لاعب صيد المحله السابق مواليد 86 اللي كان قدامنا. يبدو ان هو في حاجه عجله ولا حاجه هتبان مره تانية هنا، الراجل وقع لوحده ولا حد لمسه، حدش لمسه خالص يعني الراجل، يعني هل بقى ممكن يكون حصل التواء كده في الانكل؟ ادي ابتعاد مره تانية، مش ممكن، كانت ممكن تغير اتجاهها وتدخل في الجول، لكن هتبان الاعاده مره تانية. نفسناك تكمل لوحده هنا، الراجل هنا كمل، كانت تكمل الكوره، كنا شفنا عجله هنا الاصابه جات له من ايه، لان هو كمل لوحده. استعاد مره واثنين وثلاثه، خطا الحارس عمرو عبد المجيد، مشكله، اخطاء الحراس، اخطاء الحراس بتكلف يعني الاجهزه الفنيه، ممكن زي ما احنا شايفين كده واحنا داخلين في الاسبوع الخامس، خمس ست مدربين مشوا، وادي واحد كمان من نجوم منتخب مصر ونادي الزمالك بشير التبعي، من اشهر اللعيبه اللي كانوا بيسددوا من مسافات بعيده، لعب فتره برضه في فتره في القسم الثاني في انديه المنصوره، ولعب في المنصوره بشير التبعي. زعلان طبعا طارق السعيد على عجله، ممكن يبقى فيه اصابه وممكن يخرج، لان هو بيعتمد عليه
من مفاتيح اللعب اللي بيعتمد عليها طارق السعيد. وزي ما قلت لحضراتكم، فترة من الفترات كان اتحاد الشرطة في البداية كان عندهم معروف يوسف لاعب الزمالك الحالي، بعض اللعيبة كده اللي يعني تألقوا في الشرطة في بداياته، رضا العزب، ديودار كمان في نادي الزمالك دلوقتي، محمد نجيب في النادي الأهلي، كان عندهم أحمد كمال وعماد حلمي، خالد سطوحي، كان في عصام عبد العاطي كمان اللي كان بيلعب في وسط الملعب، من اللعيبة اللي كانوا مميزة جدا في اتحاد الشرطة، سعيد كمال، عبد الله سيسي، محمد ماجد قنش اللي في النادي المصري حاليا، سعيد مراد في المصري، محمد محسن ابو جريشه لعب لاتحاد الشرطه، صامويل تيرا، اسامه العزب لاعب المصري، نانا بوكو، محمد الفيومي، يعني نانا بوكو كمان في بدايته مع الشرطه لعب فتره لاتحاد الشرطه، اسماء كبيره جدا كان في اتحاد الشرطه، لكن الموسم الماضي هبطوا للقسم الثاني. نتكلم بقى على المدربين اللي تولوا مسؤوليتهم، مدربين كتير جدا جدا بعد علاء عبد العال، سواء كابتن طلعت يوسف، كابتن حلمي طولان، محمد حلمي، كابتن خالد القماش، فتحي مبروك، هاني رمزي، وحاليا بقى طارق السعيد. يعني صوني في اللقاء مره ثانيه هنشوف هيقدر يكمل عجله ولا ايه. طبعا تعمل مشكله طبعا ديت لطارق السعيد، لعيب كويس جدا بيعتمد عليه. حارس المرمى عمرو عبد المجيد لعبها ناحيه اليمين مع طبيب الفريق الدكتور علي عبد المؤمن، طبيب اتحاد الشرطه. وادي هنا حارس المرمى بيطلع ياخدها رجب محمود. يبدو كده ان مش هيقدر يكمل، سامعين دكتور علي بيتكلم هنا مع الجهاز الفني ومع بشير التبعي، بيقول له انه هيغير لانه مش قادر. ربنا يسترها كده، اتمنى السلامه لكل اللعيبه في مصر، قسم ثاني، قسم ثالث، رابع، دوري ممتاز، اتمنى لهم يا رب كده ما يبقاش في اي اصابه، لان ده اكل عيشه، يعني الراجل ممكن اصابه تعطله شهر شهرين ثلاثه، مشكلة طبعا. ألف سلامة عجلة، أتمنى له يا رب إن شاء الله الشفاء، تبقى حاجة بسيطة كده ويرجع بسرعة. أحمد فوزي بعرض الملعب ناحية اليمين، لكن مجمل اللقاء مشاهدينا الكرام مباراة أقل من المتوسط، مباراة ضعيفة المستوى لغاية دلوقتي، نجح فيها فريق الزرقاء، يعني لغاية دلوقتي اللي هو عاوزه واخده لغاية دلوقتي في الملعب، بيلعب اتحاد الشرطة واسم كبير في الدوري الممتاز، عايز ياخد نقطة، عايز يطلع شوط أول على الأقل متعادل، وممكن بعد كده يفكر في الثلاث نقاط، ليه لا؟ مرة ثانية ناحية الشمال بيلعب 10 لعيبة اتحاد الشرطة. شوف مين اللي هيفكر فيه دلوقتي، طارق السعيد. قول لبدلاء، لحضراتكم بدلاء اتحاد الشرطة. شوف وائل علي ممكن رقم 11، أمامية طويلة، يطلع خط الظهر. شايفين رقم 11 وائل علي، التغيير الاول او تغيير اضطراري لطارق السعيد فريق اتحاد الشرطه رقم 11 وائل علي على حساب احمد عزت عجله. سالنا حتى وائل العباني قبل اللقاء بنقول له يعني هل العجله الراجل ممكن يزعل ولا حاجه من اللقب؟ قال لا، ده هو بيحب ان هو اللعيبه كلها بتطلق عليه هذا الاسم، زي ما موجود الناحيه الثانيه بحبح، وهنلاقي في القسم الثاني اسماء كثيره بالشكل ده. في اوقات كده اللعيبه تبقى عايزه تسمي نفسها اسماء شهره، يعني يبقى سهل كده يقدر الجمهور بيندهوا بيه، بيحبوا لقب كده معين، زي ما بنشوف اسامي كده في الكوره كثير قوي ياما شفناها. فاكرين طبعا، ادي الراجل زعلان هنا اكيد، يعني اصابه بيبكي، يعني الراجل عجله، مشكله طبعا. الف سلامه عجله، وان شاء الله تبقى حاجه بسيطه باذن الله، تبقاش حاجه جامده يا رب، تبقى حاجه بسيطه ان شاء الله ويرجع للملعب مره ثانيه. كان نفسه يكمل الراجل طبعا في الملعب، لكن اصابه ان شاء الله تبقى بسيطه. تروح مره ثانيه ناحيه الشمال، بيشتت السيد معوض، اماميه لبحبح، استلم كويس قوي تحت ضغط، لكن تطول تروح لإيجبو. إيجبو إفياني إيجبو النيجيري، هو الشهرة عنده فاين إيجبو. مرة تانية يبدو كمان إن في إصابة كده، تحس كده إن الكرة النهاردة مش ماشية مع اتحاد الشرطة. وأدي واحد كمان هنا مصاب في نص الملعب، رقم 24. وأدي كمان شايفين الراجل يبدو إنه بيلعب كمان عنده إصابة، المهاجم الافريقي الغاني باتريك اوماري، حاطط كمان. بصوا يا جماعه مشاهدينا هنا، الراجل يبدو برضه ان عنده اصابه، شايفين اللزق الموجود هو التيبنج اللي بيبقى محطوط كده
بيدي ايحاء للعيب انه ممكن الموضوع ده يديله فرصه كده انه يقدر يكمل. بص اوه مشكله، مشكله لو اتعادت هنا الكره دي، مشكله تجيب له رباط داخلي في الكره اللي فاتت. تدخل الراجل كان مثبت رجليه الشمال والراجل راح مكمل فيه، مشكله ممكن برضه ما يقدرش يكمل. نتمنى انه يكمل يا رب، لكن يعني اصابه يبدو ان عنده اصابه كمان، يعني لف له دكتور اتحاد الشرطه لف له رجليه، ممكن اصابه زي دي يقدر يكمل لكن هتاثر عليه شويه خلال اللقاء. مره ثانيه سلام يا ولد العيب، الحقها كويس قوي على القائم الاول، والعالي تروح مره ثانيه تغير اتجاهها. ايمن، ايمن سعد طولت منه الكوره. لا اتحاد الشرطه اداؤه قليل قوي النهارده، مش بنفس المستوى اللي بدا بيه من اول اربع مباريات. ادي رقم 6 عصام نصار. مشكله ان بعض اللعيبه عندهم احساس شويه ان التيبنج ده ممكن هو اللي هيخففه، يعني هيخليه يبقى كويس. لا لازم اللعيب عشان يأدي ولازم يلعب يكون سليم 100%، ما يبقاش عنده شك كده ان في شك شويه او في اصابه 70-80%، لكن لازم اللعيب الكره ينزل الملعب وهو سليم 100%. مره ثانيه السيد معوض، التقاء علي بن محمد عبد الكريم او ولا بحبح اللي طلع في الكره الاخيره، وادي كمان واحد في نص الملعب وقع لوحده. بدانا نشوف اربع خمس لعيبه كل شويه، وادي نفس القصه الراجل هنا شايفين برده نفس القصه، الركبه ايه ده ملصمها يعني من ناحيتين من اليمين ومن الشمال. مشكله، مشكله اي لعيب ما بيبقاش جاهز 100% وبيأدي اثر على مستواه في الملعب. ادي الراجل وقع لوحده هنا، تتعاد مره ثانيه. سلامات، هنشوف بسام الحسيني. نزل له الجهاز الطبي. ادي المدير الفني المؤقت سمير موسى، زي ما قلت لحضراتكم كابتن حسام غويبه هو اللي هيتولى المسؤوليه بعد المباراه، وبيشاهد اللقاء هنا في المنصوره في استاد اكاديميه الشرطه بالعباسيه. قلت لحضراتكم منسوا بوبا كان احرز 22 هدف مع اتحاد الشرطه، هداف الدوري موسم 2009-2010، كان جايب 14 هدف في الموسم ده مع اتحاد الشرطه. في وسط الملعب وائل علي، استلم وائل في وسط 2-3 كده عايز يعدي لوحده، ضغط عليه من 2 مساكين. عصام نصار بيشتت توصل في نص الملعب، تسديده يعني اسيب حضراتكم كده تتكلموا عليها، رقم 28 خالد صلاح، راجل بيسدد كانه بيخلص منها او عايز يضيع وقت خالد صلاح، تسديده غريبه الشكل يعني. 44 دقيقة مشاهدينا مشاهدي النهار رياضة في كل مكان. اتحاد الشرطة والزرقاء في الأسبوع الخامس، القسم الثاني، المجموعة الثانية، دوري ممتاز به. دوري ممتاز به ما يقلش أبدا عن الدوري الممتاز، دوري قوي جدا وبادئ بداية قوية جدا. أحمد سمير موسى ترد في وسط الملعب. إجبو. إبراهيم سليمان في وسط الملعب، حلوه التمريره يا ولد، اتحرك فيها كويس قوي محمد عبد الكريم، بس جامده مش هيلحق، مش هيلحق محمد عبد الكريم. كلمه هنا مدير الفني يعني بيحييه على التمريره لكن قويه شويه. خارج حدود ال 18 احمد فوزي، رجع كرة لحارس المرمى عمرو عبد المجيد، مش ممكن مش ممكن، كان هيعمل مشكله الراجل، اخطاء يعني مشكله، طولت منه سنه كده لكن لحق نفسه لعبها ناحيه اليمين لاسلام ابو سليمه. تمريره في قلب الملعب، التوني حطها ناحيه الشمال، احمد حسني لزايد، ممكن هنا يلعب العرضيه، طولت لسه اتحاد الشرطه، مش هو اتحاد الشرطه اللي احنا عارفينه. بيطلع مره ثانيه محمد بدير مانجا، ترد في وسط الملعب، تدخل قوي وفيها فاول. ادي هنا احمد عبد الموجود بحبح، 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، بيدينا السيد حوده الحكم الرابع من منطقه اسكندريه، 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع. وكالعاده كده يعني لو عدينا في الشوط الاول وقت كتير قوي، لعيبه وقعت في الملعب. سمير محمود عثمان ادى 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.
اتحاد الشرطة أول موسم ليهم في الدوري. أدي وائل الأباني برضه لعب فترة في القسم الثاني قبل ما ينتقل للزمالك. وائل الأباني وكان فترة في أسوان، لعب في نادي إسكو. قلت لحضراتكم القسم الثاني ياما بيطلع. أدي هنا المدير الفني نزل الملعب، معرفش هل ينفع ولا إيه. الراجل المدير الفني بينزل الملعب، المفروض الجهاز الطبي بينزل يطمن يعني، لكن الرئيس الحكم الرابع رايح له، المفروض ما يبقاش في حد يعني، المدربين بينزلوا الملعب. حاجة غريبة شوية برضو. نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. أنا عايز أعدي مانجا هنا، إدى المساعد فاول لمصلحة الزرقاء. قلت لحضرتك أول موسم ليهم موسم 75-76 بالدور الأول، وفي الدور الثاني لعبوا مباراتين وانسحبوا من بطولة الدوري ساعتها اتحاد الشرطة في الموسم ده. خدوا 6 نقاط وانسحبوا في الدور الثاني، كان دوري 75-76 كان دوري المجموعتين، كل مجموعة 10 فرق وانسحبوا في الدور الثاني. موسم 75-76 مرة ثانية رامي التماس، ادى المساعد رامي التماس للزرقاء. ممكن لو اتعدت هنا، ادي الراجل هنا كابتن الفرقه احمد سمير موسى، احمد حسني دفع وفاول. يرجع المساعد مره ثانيه احمد بكر بيدي فاول لمصلحه اتحاد الشرطه. ادي الدفعه باينه من محمد عبد الكريم. صعدوا في 2008 بعد كده، بعد ما يعني هبطوا موسم 75-76 صعدوا 2008-2009، لكن بيهبطوا مرة تانية الموسم الماضي في 2015-2016. كافو يلمس ويطلع مرة تانية إبراهيم سليمان أمامية في العمق، أحمد فوزي يرجعها بدماغه لحارس المرمى عمرو عبد المجيد. أمامية طويلة، وائل يلمس بدماغه تغير اتجاهها، كان في موقف تسلل. أدي وائل عالي، أحمد عبد السميع المساعد الثاني رافع رايته من منطقة اسكندرية. أدي الراجل سابق هنا أيمن سعد هو اللي كان في موقف تسلل. نلعب في الدقيقة الثالثة، طبعا الله يكون في عون محللينا بقى اللي موجودين النهاردة، يعني مباراة ضعيفة المستوى لغاية دلوقتي. لو عدينا كده أي فرص خطيرة نقدر نتكلم، أو حضراتكم تتكلموا عليها، أو حضراتكم تتابعوها معانا، مفيش أي فرصة خطيرة، كرات عالية هنا أو هنا باستثناء يعني الزرقاء كده كرة أو اتنين منها أخطاء من خط الظهر ومن حارس المرمى، كان ممكن يتقدم الزرقاء. هذه مرة تانية الهجمة المرتدة ممكن يستغلها الزرقاء. النيجيري إيجبو بياخد فاول وإنذار. أول إنذار أحمد حسني. أحمد حسني بياخد إنذار في الدقيقة 49 من الشوط الأول. أول إنذارات اللقاء. أمامية ناحية اليمين محمد عبد الكريم حط جسمه كويس قوي، لكن زود فيها شوية وتطلع رمية التماس، لكن ممكن بعد رمية التماس دي نشوف سمير محمود عثمان هيطلق صفيرة نهاية الشوط الأول ولا إيه. أحمد فوزي بعرض الملعب جوه ال 18. إسلام أبو سليمة عايز يلعب أسرع طبعا، خلاص حس كده إن نهاية الشوط الأول. يطلع مانجا تترد في وسط الملعب. أدي الراجل هنا ممكن يسدد، هيفكر في التسديد، عملها بينية حلوة. وائل علي، وائل لسه يا راجل بعد اسمه كلام، لسه هترقص يا راجل، لسه هترقص، هتعمل إيه؟ استلمت كويس قوي، كان لازم بعد اللمسة الأولانية. أدي استلم عملها لك كويس قوي قوي باتريك، لسه بيستلم الراجل، وكان ممكن يجيب هدف ويبقى في نهاية الشوط الأول، لكن صفرت. سمير محمود عثمان بيطلق صفيرة نهاية الشوط الأول، تعادل اتحاد الشرطة والزرقاء في الأسبوع الخامس. معلقكم مؤمن عبد الغفار، إليك الميكروفون زميلي فايز ثروت، متعة الحوار كابتن جمال عبد الحميد، كابتن ياسر ريان، كابتن جمال حمزة. صراحة قصيرة، وأعود إلى حضراتكم مرة تانية وإلى اللقاء. استاد أكاديمية الشرطة، على يمنا نادي الزرقاء بالزي الاحمر الكامل، على شمالنا اتحاد الشرطه تشيرت الابيض شورت ازرق شراب ازرق. حكم اللقاء كابتن سمير محمود عثمان، راح هنا الحكم المساعد يعني بيطمن كده على شباك مرمى الزرقاء. شوط اول كان تعادل سلبي. كابتن طارق سعيد القياده الفنيه اتحاد الشرطه، استاذ سمير موسى رئيس نادي
الزرقاء هو المدير الفني، كابتن سمير محمود عثمان حكم اللقاء مع مساعد اول احمد بكر، مساعد الثاني احمد عبد السميع، السيد حوده حكم الرابع من منطقه اسكندريه، والكابتن اسامه عباس هو مراقب المباراه في ملعب اتحاد الشرطه من لجنه المسابقات. تشكيله اتحاد الشرطه كان حصل تغييره كده اضطراري، تغيير اضطراري لطارق السعيد، خروج احمد عجله، احمد عزت عجله، ونزول وائل علي او وائل عبد الوهاب. عمرو عبد المجيد حارس المرمى في الشوط الثاني هو حارس المرمى، اسلام ابو سليمه، احمد فوزي، اثنين مساكين على اليمين، محمود ناجي على الشمال، احمد حسني في وسط الملعب، حميده علي ومحمد التوني، قدامهم وائل علي وايمن سعد، اثنين مهاجمين باتريك اوماري وخالد صلاح. تشكيله الزرقاء لحراسه المرمى، رجب محمود، اربعه في خط الظهر، محمد بدير مانجا وعصام نصار، اثنين مساكين على اليمين، احمد سمير موسى على الشمال، السيد معوض في وسط الملعب، محمد بسيوني كافو، قدامهم ابراهيم سليمان، بسام الحسيني، فاين اكبو نجيري، احمد عبد الموجود بحبح، مهاجم وحيد محمد عبد الكريم. شوط اول كان الزرقاء يعني مقفل المساحات في نص الملعب، مفيش اي نواحي هجوميه لفرقه اتحاد الشرطه، باستثناء كره كانت في اول دقيقتين للغاني باتريك اوماري اللي مسها كده وكان الحارس خارج، راحت بجوار القائم، وكورتين للزرقاء كان ممكن منهم خطا لحارس المرمى، وكره ثانيه في نهايه الشوط الاول كانت لوائل علي كان ممكن يتقدم بيها اتحاد الشرطه. في وسط الملعب ابراهيم سليمان قاطعت الكوره، محمد التوني تروح ناحيه اليمين، محمود ناجي الظهير الايمن اللي جاله من سيرس ليان، محمود ناجي رقم 21، ومعاهم كمان الغاني باتريك اللي كان قدامنا، محمود ناجي الظهير الايمن لعب فتره في غزل المحله، اللي قدامنا رقم 21. رمي التماس يقطع ابراهيم سليمان، تروح مره ثانيه لمحمود ناجي، اي حاجه كده على حدود خط ال 18 يطلع خط الظهر، فريق الزرقاء ترد في وسط الملعب، محمد التوني. ثلاث نقاط مهمين جدا لاتحاد الشرطه النهارده، يفرقوا طبعا معاه كتير جدا في مشوارهم في المجموعه. الزرقاء بيحاول بيلعب على نقطه، ممكن في اي لحظه في اي كره مرتده ممكن ياخد ثلاث نقاط، دي الكوره. ابراهيم سليمان يلعبها ناحيه الشمال، النجيري يجبو، فاين يجبو رقم 18، النجيري لعب فتره كده في الشرقيه للدخان، النجيري رمي التماس، هل هنشوف بداية كده برضو ضعيفة زي ما حصل في الشوط الأول، ولا هنشوف شوط أفضل من الفرقتين خلال الشوط الثاني؟ نفسنا نشوف جول هنا أو جول هنا يحل المباراة. رمي التماس، أذكر حضراتكم مرة ثانية اتحاد الشرطة أربع لقاءات لعبهم، فاز في لقاءين وتعادل في لقاء واحد وخسر مباراة واحدة، خسر من السكة الحديد، تعادل مع الترسانة، فاز على كوكا كولا وعلى النصر، على كوكا كولا 1-0 وعلى النصر 3-2، تعادل مع الترسانة 1-1، فريق اتحاد الشرطة أمامية مرة تانية طويلة، الزرقاء ثلاث لقاءات، تعادل في لقاء واحد مع الترسانة، خسر لقاءين، دي المباراة الرابعة كان خسر لقاءين فريق الزرقاء. العرضية حلوة، العرضية الارتقاء هنا، وائل كان ممكن يلمس للمرة الثانية، كان ممكن يتقدم لاتحاد الشرطة، لكن اتعملت عرضية حلوة قوي من أحمد حسني، تروح لأجبو النجيري أمامية، تروح مرة ثانية محمد التوني، تمشي معاه الكورة، يلعبها التمريرة كده في العمق لكن أقرب لخط الظهر، يقطع مانجا، تروح ناحية اليمين، سمير موسى تعدي، محمد عبد الكريم ياخدها لنفسه، عايز ياخد فاول، قريب من الكورة سمير محمود عثمان، ادي محمد عبد الكريم ودفعه وفاول من حميد علي، لاعب ارتكاز اللي بيلعب في وسط الملعب، ادي العرضيه من احمد حسني، عرضيه نموذجيه، الارتقاء وحش يعني، الراجل كان ممكن يطلع كمان اكتر من كده ويركب الكره يحطها في المرمى اكتر مننا. الكابتن جمال عبد الحميد يتكلم في الحاجات ديت، طبعا هو مميز بضربات الراس، اتكلم ممكن بعد المباراه يقول لنا الراجل طالع ازاي وحاططها وحش، والراجل مغمض عينه ومش شايف هو واقف فين، يعني لازم تتحط يعني كره عرضيه كده تبقى جول. وبيصدق طارق السعيد الحاجات دي، كان مميز كمان بالكرات العرضيه وهو في نادي الزمالك او مع المنتخب. يطلع مره ثانيه خط ظهر الزرقاء، عصام نصار اتقطعت،
اخر شويه في وسط الملعب محمد التوني هو وحميده. ادي حميده اللي قدامنا اخر فيها شويه رغم ان هنا يعني ما كانش ممكن يبقى فيها حاجه، تدخل عادي جدا، لكن سمير عثمان بلغه الكره كده لحق الراجل. هنا الكره يعني ما تبقاش فيها فاولات الحاجات ديت. راجل رقم 25 بسام الحسيني ضغط كويس جدا وخد الكره استخلصها، لان كان ممكن تبقى فيها خطوره يعني على فريق اتحاد الشرطه. مره ثانيه خارج حدود 18، حس كده الانياب الهجوميه والخطوره والفعاليه الهجوميه في اتحاد الشرطه مش موجوده لغايه دلوقتي. الدافع تحس كده مش عندهم لغايه دلوقتي. انهاء الهجمه مش موجوده. ادي العرضيات الحلوه اللي بيعملها احمد حسني للمره الثانيه. الراجل بيعمل عرضيات حلوه جدا. بدانا نشوف حسني بدا يزيد ناحيه الشمال وبدا يلعب كرات عرضيه مميزه اكتر من 2-3 مرات. الراجل زايد وبيلعب عرضيات حلوه جدا على القائم البعيد. الراجل لازم كان ياخد خطوه لورا المهاجم. الراجل راح بدري باتريك اوماري، كره ممكن تعديه، لازم ياخد خطوه لورا عشان يركب الكره الراجل، لكن الاستعجال موجود. تمرات فيها خطوره هنا ممكن تسبب مشكله. نص الملعب بتاع اتحاد الشرطه ادي هنا تحت الفرصه، كان فيها دفعه وفيها فاول، لكن تروح مره ثانيه لوائل ابو وهاب. تمريره اماميه سمير عثمان رايه وصفاره. صاعد الاول احمد باك رافع رايته من منطقه بورسعيد، مدي تسلل سمير محمود عثمان. اكبر خساره طبعا للشهداء في الدوري لغايه دلوقتي من سيراميكا 7-0. ادي هنا التسلل، الراجل ده ما كانش في موقف تسلل، يعني الراجل راحت له الكره وائل ما كانش في موقف تسلل. هل هو حسب بقى على الراجل الثاني؟ مش عارف، برضه قرار كده غريب شويه، ممكن في العاده كانت تبان. عادت مره ثانيه ولا حاجه هتبان لنا. ادي الراجل هنا عايز ياخدها بحبح، يطلع بره ال 18، تمريره وحشه قوي اتقطعت. حميده، ميدا علي اللي معاه الكره في وسط الملعب، تعاقد مع طارق سعيد جابوه من الضبعه، كان بيلعب في نادي الضبعه. في وسط الملعب التوني بيغير لعب بالقدم اليسرى حلو قوي لباتريك اوماري. باتريك زايد في نص الملعب، حميده من رجل لرجل، اسلام ابو سليمه، تمريره اماميه طويله، باتريك يشتت مره ثانيه. الاثنين المساكين اللي موجودين في فرقه الزرق النهارده عاملين مباراه كويسه. اللي قدامنا رقم 24 محمد بدير مانجا، كان احرز هدف من الهدفين اللي احرزهم فريق الزرق. رمي التماس اتلعبت على مرتين، محمود ناجي عرضيه مش مظبوطه تطلع ركنيه. الركنيه الثالثه لاتحاد الشرطه، ثلاث ركنيات لكل فريق من بدايه اللقاء. شوف مين اللي هيجي يلعبها. احمد حسني ظهير الايسر جاي من ناحيه الشمال اليمين، عايز يلعبها بالقدم اليسرى. ادي كمان رقم 28 خالد صلاح بدا يزيده كمان مع باتريك اوماري. احمد حسني لعبت على مرتين، جمله كده اتعملت كويس قوي. العرضيه قلشت المره دي ضعيفه شويه وعاليه تخبط في القائم. فرصه خطيره جدا لاتحاد الشرطه عملها احمد حسني كده على القائم البعيد، كانت عاليه والحارس طلع عشان يمسكها يطلع خط الظهر مره ثانيه. محمود ناجي لسه في الملعب ما طلعتش، لكن تخبط في رمي التماس لمصلحه اتحاد الشرطه. قرار سليم 100%. ادي احمد حسني اللي بدا يلعب عرضيات كتيره جدا، ثلاث عرضيات عملها حلو قوي. ادي محمود ناجي، خالد صلاح عدى في وسط ثلاث لعيبه، هيعمل ايه؟ هيلعب عرضيه، لكن راجع معاه النجيري اجبو. تطلع رمي التماس، محمود ناجي رمي التماس يلعبها طويلة حلوة، ممكن هدف يا راجل، مش ممكن مش ممكن. خالد صلاح اتعملت له حلوة من وائل، سندها له، تهيأت حلوة قوي، كان ممكن يلعبها ببطن رجل ليه في الزاوية البعيدة. ادي الراجل سندها له حلوة قوي، كان ممكن يحطها ببطن رجل في الزاوية البعيدة، كانت سهلة جدا، لكن دي الكرة اللي قبليها اللي اتعملت حلوة، كانت عالية وكان طالع الحارس هنا عشان يمسكها، لكن اسلام ابو سليمة بيحطها في القائم وفرصة هدف مؤكد. كان خروج خاطئ من حارس المرمى، راحت في الزاوية البعيدة. هارد لك اسلام ابو سليمة يحطها في القائم. حظ سيء كده لاتحاد الشرطة في بداية الشوط الثاني. نلعب في الدقيقة 55 من عمر المباراة. ادي رقم 25 بسام الحسيني اللي قلت لحضرتك واللي جالهم من كهرباء الطالخة. اداله فاول سمير محمود عثمان، بتعاد مره واثنين وثلاثه. الكره الاخيره بتاعت اسلام ابو سليمه، راجل هنا الحارس عدى، مش ممكن، كره سهله جدا يعني،
كرة سهلة جدا كان ممكن يبقى هدف يريح طارق السعيد وهو واقف في المنطقة الفنية. مرة تانية أيمن سعد لوائل علي، وائل حطها بينية تولد الاستلام وحش لكن يطلع خط الظهر رمية تمس. أقول لحضراتكم بدلاء اتحاد الشرطة بعد العرضية دي، لكن عرضيات نموذجية من أحمد حسني، يطلع مرة تانية مانجا تروح في وسط الملعب، ضغط من اتحاد الشرطة في بداية الشوط الثاني، يطلع خط الظهر. هل هيقدر بقى فريق الزرقاء يفضل كده يؤدي واجب دفاعي بس؟ هل الناحية البدنية هتقدر تسعفه إن يؤدي المباراة كلها بنفس الصورة وبنفس الشكل اللي بيلعبوا بيه؟ يلعبوا على الهجمات المرتدة، جهد كبير جدا على خط الظهر. مرة تانية تمريرة بسام الحسيني، ده والله محمد عبد الكريم اتقطعت، ادي المساحات اللي عايزها دلوقتي طارق السعيد، بقى في مساحه موجوده في خط الظهر، مكمل خالد صلاح يدخل في قلب الملعب، طولت منه لعب فردي لوحده، كان ممكن يلعب الناحيه الثانيه لوائل المهاجمه، وائل عبد الوهاب اللي مكمل الناحيه الثانيه. العب يلا ترقيصه حلو قوي، سبعه حلو قوي من محمد عبد الكريم، بيغير اللعب ناحيه الشمال. السيد معوض زود فيها شويه الراجل رقم 8 ابراهيم سليمان، قطعت بقى في مساحه كبيره جدا في الثلث الوسطاني، يقدر يستغل الكلام ده اتحاد الشرطه. وائل بياخد فاول، بدلاء اتحاد الشرطه احمد الشربيني، ياسر حلمي، محمد بيومي، بسام ابراهيم، كريم عادل عبد الفتاح، محمد مرسي، محمد المرسي او مرسي عبد اللطيف، ووائل علي رقم 11 التغيير الاول اللي نزل مكان احمد عزت او احمد عجله هداف فريق اتحاد الشرطه. ادي بتتعاد مره ثانيه، الراجل هنا حارس المرمى رغم ان يعني برضو كمل معاه شويه كده احد المهاجمين راح مع الحارس. ادي بتتعاد مره ثانيه، كان مكمل خالد صلاح واحمد عزت جوه ال 18 واحمد حسني. بدلاء الزرقاء لحراسه المرمى الحسيني الازاز حارس المرمى الاساسي اللي كان موجود مع الزرقاء في الفتره الاخيره، كل اللقاءات لعبها الحسين الازاز، موجود النهارده على دكه البودله حارس المرمى. محمد ابراهيم رمزي رقم 28، محمد جمال، صفا عبد الرحمن، حسن ربيع، محمد مصطفى الحوصري، وابراهيم بدير، دول بدلاء الزرقاء. ادي بعض الاعداد لفريق الزرقاء، بعض اللقطات كده خلال الشوط الثاني. فاول مصلحه اتحاد الشرطه من مسافه بعيده من 40 يارده. ادي طبيب اتحاد الشرطه دكتور علي عبد المؤمن، تلعب الطويله بيطلع حارس المرمى بيطلع يمسكها هنا من اعلى نقطه، يطلع يمسكها كويس قوي رجب محمود ويريح خط ظهره، المره دي بقى بيطلع يمسكها كويس رغم خروجه في الكره بتاعه اسلام ابو سليمه، خد خبطه كده خفيفه، الراجل كان طالع هنا كمل مع المدافع بتاعه عصام نصار وطلع عامل ارتقاء كويس واخد القرار كويس جدا، لكن مكمل هنا مع عصام نصار. لقاءات الاسبوع الخامس اللي اتلعبت، منتخب السويس فاز 1-0 على كهرباء اسماعيليه، كان احمد زغلول احرز الهدف لمنتخب السويس. شارية الدخان والسكه الحديد تعادل سلبي. كوكا كولا فاز على جمهوريه شبين 2-0، كان احمد عامر وابراهيم مصطفى احرزوا اهداف كوكا كولا. نجوم المستقبل والنصر نتيجه كبيره 4-3. المريخ فاز على القناه 2-0 ودمياط 4-2 على البنك الاهلي. اتحاد الشرطه المباراه اللي قدامنا تعادل سلبي لغايه دلوقتي، امبارح اتلعبت مباراه سيراميكا والاتصالات وسيراميكا فاز 3-2 على الاتصالات. احمد نادي مصر هيلعب بكره مع الترسانه اخر اللقاءات الاسبوع الخامس في المجموعه الثانيه. ادي تغيير رقم 11 حسن ربيع وبيخرج ابراهيم سليمان. حسن ربيع تغيير اول لمصلحه الزرقاء، تغيير لكل فريق. مانجا يحطها في وسط الملعب لاجبو، محمد التوني، باتريك وماري، تمريره مش مظبوطه لكن
يحطها ناحيه اليمين اسلام ابو سليمه كابتن فريق اتحاد الشرطه محمود ناجي، تمرير اماميه خالد صلاح بيخرج بره ال 18 كتير قوي، باتريك وماري تمريره حطها جوه ال 18 ضعيفه جدا يعني تمريره مش مظبوطه، عايز يلعب كده تمريره في العمق للراجل المهاجم وائل، يروح لها حارس المرمى رجب محمود. اماميه اسلام ابو سليمه تمريره اتقطعت لكن تروح كده حظه الحلو انها خدمت وتروح لمحمد التوني. مرة تانية ناحية الشمال أيمن سعد، عرضية حلوة يا ولد يا لعيب، حلوة حلوة، برافو حارس المرمى في توقيت روعة، كان رايح لها وائل عبد الوهاب كان ممكن يبقى فيها خطورة على نادي الزرقاء. عرضيات بقت كتيرة من فريق اتحاد الشرطة، بدأ فريق الزرقاء دلوقتي بيأدي واجب دفاعي بس ما بيوصلش للمناطق الأمامية. كافو محمد باسيوني الشهير بكافو، كافو طبعا نجم البرازيل الصغير الايمن، واحد من نجوم البرازيل. تمريره اماميه في العمق لكن يطلع خط الظهر. ايمن سعد تمريره في العمق لكن يطلع عصام نصار، توصل في نص الملعب. بحبح يلعبها ناحيه الشمال فيها خطوره، انفراد ممكن جول ممكن جول، الاستلام وحش قوي، الاستلام وحش قوي وهو اللي خلى الكره كده تخرج بره، فرصه خطيره بقول لحضراتكم، وارد اي هجمه مرتده ركنيه فاول ضربه جزاء ايا كان ممكن نلاقي فريق الزرقاء في اي فرصه كده يشوف جول تسديده من مسافه بعيده اي حاجه الراجل بيخلص منها، لكن لو اتعادت مره ثانيه ادي هنا في غفله من خط الظهر الراجل كان ممكن يتقدم، عملها له حلو قوي. يا سلام يا ولد يا بحبح، يا سلام يا بحبح، هنا الاستلام وكان ممكن يلعبها من لمسه واحده، ما كانش ليها لازمه قوي السنده دي، ما كانش ليها لازمه، الراجل كان الجول فاتح له الزاويه البعيده، ادي الاستلام خلاص هربت منه الكوره والجول الحارس خرج في توقيت ولا اروع من كده حارس المرمى عمرو عبد المجيد. لو اتعادت مره ثانيه الراجل كان عنده فرصه يلعبها من مره واحده، وادي حارس المرمى برده بيتالق هنا الحارس وبيتالق هنا الحارس، الحراس سواء رجب محمود او عمرو عبد المجيد. ادي هنا الركنيه لكن فرصه تعتبر فرصه خطيره جدا جدا للزرقاء، يعني هيندموا عليها لان فين وفين على ما بيروحوا للجول بيلعبوا على الهجمات المرتده، لكن برافو بحبح عمل تمريره ايه سحريه، الراجل راح منه للجول في غفله من خط الظهر، وكان محمود ناجي الظهير الايمن ما كانش عامل التغطيه كويسه. ادي مره ثانيه وائل يقطع فريق الزرقاء في وسط الملعب، بسام الحسيني يقطع خالد صلاح. محمد التوني بيلعبها ناحيه الشمال، ايمن سعد كان طالع له احمد حسني. حميده للتوني لاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب محمد التوني، راجع كل فريق الزرقاء في نص الملعب. باتريك وماري خدها ايمن سعد مره ثانيه، لف ودوران بيغير اللعب الناحيه الثانيه، العرضيه فيها خطوره مش ممكن، فرصه بتضيع مره ثانيه مش ممكن. خالد صلاح الراجل هنا في غفله من خط الظهر السيد معوض، الراجل استلم وحش قوي وخدها خالد صلاح قبليه. بصوا مشاهدينا ادي المساحه، لازم هنا الراجل الباك ليفت ده لازم يضم لجوه شويه، الراجل واقف هنا مع الراجل 28 مش ممكن، ده لسه مستني الكره على ما تجيله، لازم يقف صح ولازم يبقى تمركزه احسن من كده. فرصة سهلة لكن خروج برضه هنا الحارس ضيق مساحة اللعب على خالد صلاح، يعني لو فضل الجول واقف في مرماه كان هيبقى الهدف سهل قوي، وراح له هنا الحارس كمان بيتكلم وماسك دماغه لأن التغطية ما كانتش حلوة من السيد معوض. بدأنا نشوف شوط تاني أفضل شوية من الشوط الأول، بدأنا نشوف هجمة كانت خطيرة للزرقاء تترد هنا يبقى هجمة لاتحاد الشرطة. أكتر من أربع خمس فرص في الشوط التاني، مرة تانية يطلع خط الظهر في وسط الملعب. حميدة علي للتوني، التوني بيفكر في التسديد بيراوغ وعدى حطها بينية حلوة، باتريك الاستلام وحش قوي ويطلع خط ظهر الزرق. 65 دقيقة خدها لنفسه كويس، ادي المساحة اللي موجودة، طولت الكرة من بحبح كان طالع له حسن ربيع التغيير الأول رقم 11 اللي ضيع فرصة سهلة قوي، حسن ربيع كان ممكن يتقدم للزرقاء. خالد صلاح يقطع مانجا، عجبني قوي مانجا
وعصام نصار المساكين مع الزرقاء عاملين برضو جهد كويس جدا. سيد معاون يدخل المره دي بقى كويس، تغطيه في نص الملعب. محمود ناجي الاوفرلاب معمول ناحيه اليمين، اتعملت كويس قوي من خالد صلاح لكن العرضيه وحشه، تنفيذ وحش قوي. ادي حارس المرمى راجل يعني ممكن يكون كده عايز يريح لعيبته شويه، حاسس كده يعني بيعمل استريتشات للعضله الخلفيه، قال لك اريح لعيبتي شويه فرقتي مضغوطه. ادي التغيير الثاني، هنشوف رقم 23 ياسر حلمي. ادي تتعاد مره ثانيه هنا، الراجل لسه مستني الكره يعني لازم يروح للكره افضل من كده. خالد صلاح بيضيع فرصه هدف اول لاتحاد الشرطه بخطا من السيد معوض. هنشوف التغيير الثاني مين اللي هيخرج. الاسبوع الرابع كانت ترسانه تعادل مع اتحاد الشرطه 1-1، الزرقاء كان خسر من منتخب السويس 1-0، الشهداء ودمياط 1-1، البنك الاهلي كان تعادل مع سيراميكا تعادل سلبي. ادي التعادل مره ثانيه هنا. اتصالات كان فاز على قناه 2-1، مريخ والمستقبل 2-2. بيخرج رقم 28 خالد صلاح اللي ضيع الفرصه الاخيره. مريخ والمستقبل 2-2، النصر وجمهوريه شبين كان النصر فاز 1-0. كوكا كولا والدخان كان كوكا كولا فاز 1-0، السكه واف سي مصر خساره السكه 3-0، وكان كهربت اسماعيليه كان باي. بيخرج اجبو وينزل رقم 28 محمد رمزي. لاعب ارتكاز محمد ابراهيم رمزي، وادي قدامنا نيجيري اجبو. رامي التماس طلع اسلام ابو سليمه اللي هو يلعب وهاب. حميده بيغير اللعب الناحيه الثانيه ناحيه الشمال، ايمن سعد ادي هنا رافع رجله لكن سمير عثمان ادى ضربه حره غير مباشره على احمد سمير موسى رقم 13، كان رافع رجله في الكره الاخيره، الراجل كان حاطط دماغه، ضربه حره غير مباشره. بيتكلم هنا سمير عثمان مع احمد سمير موسى كابتن الفرقه. ادي بتتعاد، الراجل هنا يعني برضه فيها خطوره، قرار سليم من سمير محمود عثمان. هو الراجل لاعب برضه على الكره بدون اي قصد، كان عايز ياخد الكره وبالفعل خد الكره لكن حاطط دماغه هنا. ايمن سعد فاول، وائل يلمسها غير اتجاهها، في خطوره بتطلع ركنيه. ورا حسن طلعها رجب محمود، كانت رايحه في الجول. الركنيه الرابعه، اربع ركنيات لكل فريق. ادي الركنيه اتعملت على القائم الاول، بيطلع كافو، تترد لايمن سعد يلعب العرضيه ولا ايه؟ يدخل على حدود خط 18، عرضيه حلوه فيها خطوره لكن باتريك اوماري بعدت كده وهربت عنه الكره شويه. ادي باتريك اوماري اتعملت عرضيه، بيطلع هنا وائل علي لمسها وكانت رايحه في الجول لكن لمسها الحارس المرمى رجب محمود ويطلعها ركنيه. ادي العاده مره ثانيه، فاول في وسط الملعب. الزرقاء كان خسر في الاسبوع الثالث من كهربا اسماعيليه 2-0، زي ما قلت لحضراتكم تعادل مع الترسانه في اول اسبوع، الاسبوع الثاني كان باي وخسر من السويس 1-0. دي لقاءات الزرقاء زي ما اتكلمنا على لقاءات اتحاد الشرطه. محمد عبد الكريم عايز يحطها في مساحه، ادي الراجل رقم 11 اللي لسه نازل حسن ربيع، اخترق كده واشتغل بقى ناحيه الشمال في ظهر محمود ناجي الظهير الايمن. ادي انذار محمود ناجي احد الشرطه، الانذار الثاني بياخد انذار في الدقيقه 70 محمود ناجي، كان خد احمد حسني انذار في الشوط الاول. انذارين اتحاد الشرطه ولا انذار لغايه دلوقتي فريق الزرقاء. مره ثانيه جوه ال 18 بيشتت هنا، اتاخر كتير قوي الراجل. اماميه طويله
بيطلع كافو، ثقة عالي في وسط الملعب. رمزي اللي لسه نازل، محمد رمزي، تدخل من حميد علي، فاول في وسط الملعب، 20 دقيقة على نهاية اللقاء. أذكر حضراتكم مرة تانية الشرطة في المركز العاشر 7 نقاط، زرق في المركز قبل الأخير نقطة وحيدة، التعادل مع الترسانة. وماري فاول وفيها دفعة. عصام نصار ممكن ياخد انذار، هنشوف سمير عثمان هيعمل ايه. بالفعل بيديله انذار عصام نصار في الدقيقة 71، أول انذارات الزرقاء. فاول مصلحة اتحاد الشرطة. أحمد حسني عالية جوه ال 18، مش ممكن كان تبقى كان فيها دفعة ولا كان فيها راية وصفارة تسلل. الكرات العالية دي سهلة جدا لحراس المرمى، الكرة كانت عالية جدا كان ممكن يطلع يلعبها كده، ياخدها يمسكها أو يلعبها بقبضة إيده، لكن الراجل اتأخر كتير حارس المرمى. أدي هنا طاقم الإعداد والمخرجين بيدونا كده إنذار لعصام نصار. زي ما قلت لحضراتكم إنذار وحيد للزرقاء وإنذارين للاتحاد الشرطة. في وسط الملعب مرة تانية كافو ناحية شمال للسيد معوض، أمامية بحبح باسم الحسيني أو بسام الحسيني. محمد التوني فاول في وسط الملعب. ياسر حلمي اللي بقى موجود في وسط الملعب على حساب خالد صلاح رقم 23. بحبح تطول منه تروح مره ثانيه ناحيه اليمين لمحمود ناجي، تدخل قوي، فاول سمير عثمان مدي فاول. شفنا المجموعه الثانيه مدربين موجودين، يعني تغييرات حصلت كده اكثر من 5 6 مدربين. شفنا عمرو انور بقى موجود دلوقتي على حساب ياسر رضوان في نجوم المستقبل، هشام زكريا بديل مدير فني مكان علي ماهر في الترسانه، كابتن احمد سعيد في القناه بديل لاحمد الكاس، جمال المقص دلوقتي مكان ايمن حواس في دمياط، حسام غويبه مدير فني مكان علاء صابر. يعني تغييرات كتيره جدا، هنشوف كمان رضا عبد العال مشي من جمهوريه شبين اكتر من 5 6 مدربين. احمد حسني يلعب على القائم الاول، تلمس خط الظهر وتطول وتطلع ركنيه. تلاقي الاتحاد الشرطه بيعمل مجهود برضه. باتريك وماريا ركنيه. ادي حارس المرمى بيتكلم رجب محمود. احمد حسني عاليه في طريقها للجول وهدف. لسه بقول لحضراتكم ابنيها واحده بنفس الطريقه كانت ممكن تدخل في المرمى. احمد حسني يحرز هدف لاتحاد الشرطه. احمد حسني يحرز هدف في الدقيقه 74، هدف لاحمد حسني من ركنيه يعملها كويس قوي تروح كده في الجول، مش ممكن، خطا من حارس المرمى، مفيش كلام. رجب محمود احمد حسني، خطا حارس المرمى رجب محمود، عملها ركنيه ولفه كده بتروح في طريقها في الجول. هدف في الدقيقه 74، اول اهداف اللقاء في الدقيقه 74. احمد حسني يتقدم من ركنيه. رمي التماس كافو حطها في نص الملعب. ادي احمد حسني عامل برضه مباراه طيبه جدا، بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام اكتر من 5 6 عرضيات عملهم، كان ممكن يتقدم فريق الشرطه من بدري قوي، ما قدرش يستغلها المجمين. الراجل بقى قال لك انا اللي اجيب جول، وعملها من ركنيه حلوه فيها لفه كده وموزه ولفه في الجول تروح في مرمى رجب محمود حارس المرمى عشان يتقدم اتحاد الشرطه في الدقيقه 74. هل هنشوف بقى الشكل هيتغير؟ هل هنشوف محمد عبد الكريم عايز يلعب عرضيه بتغير اتجاهها، لكن فيها لمسه يد، فيها لمسه يد، مدي المساعد الثاني احمد عبد السميع.
فيها لمسة يد على أحمد حسني، رفع رايته هنا وفي لمسة يد لمصلحة الزرقاء في مكان مميز. أدي واضحة هنا في العادة مرة تانية. هتشوف احتكاك كده جوه ال 18 ملوش اي داعي، اكتر من اربع خمس لعيبه من فرقه الزرقاء جوه ال 18. فاول عملت على القائم البعيد برضو، حارس المرمى خرج هنا غلط كده لكن بيطلعها خط الظهر رامي التماس. ستة وسبعين دقيقة رمية تماس، لعبها السيد معوض، يلعبها طويلة جوه ال 18. سلامة أبو سليمة، ياسر حلمي يلعبها أمامية، تطلع رمية تماس. هادي أيمن سعد رقم 8 راجع يأدي وجبة دفاعي، سلامة أبو سليمة يحطها في قلب الملعب. حميدة تأخر كتير قوي، الضغط عليه لياسر حلمي، يقطع الزرقاء مرة تانية للرقم 11 حسن ربيع. ادي رقم 24 مانجا كان مكمل في وسط الملعب. فرقة الزرقاء يعني في برضه مدينة كده في الأردن اسمها الزرقاء، موجودة في الأردن يعني تعد من المدينة المدن الكبرى كده في الأردن بنفس اسم الزرقاء اللي موجودة في دمياط. أكثر عدد سكان في مدينة الأردن. مرة ثانية في خطورة هنا جوه ال 18 تتحط ناحية الشمال. السيد معوض استلام وحش قوي تولت منه الكرة بتطلع رمية تماس لمصلحة اتحاد الشرطة. هذا الراجل هنا بعد الاستلام تولت منه الكرة رغم تقدم اتحاد الشرطة، لكن المباراة حلوة النهاردة، مباراة يعني مش حلوة يعني مشاهدينا الكرام من جانب الفريقين. عرضية على حدود خط ال 18، رمزي محمد رمزي يحطها ناحية اليمين. محمد عبد الكريم عايز يعدي في وسط ثلاث لعيبة، مشيت الكرة مرة ثانية لبحبح خارج حدود 18، ضغط عليهم اثنين ثلاث لعيبة عايز يحطها ناحية اليمين العرضية. سمير موسى عرضية وحشة جدا بتعدي الناحية الثانية وتطلع ضربة مرمى. ادي رقم 13 احمد سمير موسى ظهير الايمن. تعاد مرة تانية الكورة، الراجل هنا خد خطوة لقدام ورجع ما لحقش يرد مرة تانية وتروح في المرمى. الهدف الأول لاتحاد الشرطة. خطأ من حارس المرمى. نادي الزرقاء كان اتأسس كده 1966 مقره في دمياط، ورئيس النادي اللي موجود هو المدير الفني اللي موجود النهاردة سمير موسى. سامعين طارق السعيد المدير الفني بيتكلم مع لعيبته، يبقى في تمرير كتير في نص الملعب، يبقى في ثقه كده يقدروا يكتسبوا ثقه في وسط الملعب اتحاد الشرطه. مالي لهم تمرير من رجل لرجل لكن فاول، مانجا بياخد فاول. هنشوف في تغييره ثالثه. فاول محمد عبد الكريم. شوف الجهاز الفني للزرقاء. وادي رقم 19 كريم عادل عبد الفتاح، نجل الكابتن عادل عبد الفتاح نجم السكة الحديد في السبعينات وكان مدير فني كده فترة من الفترات المنتخب العسكري. كابتن عادل عبد الفتاح لاعب السكة الحديد السابق. خارج باتريك أمري، بيعمل طارق السعيد ثلاث تغييرات. ادي الغني باتريك عمري. كافو بينيه ما فيهاش تسلل، عرضيه جوه ال 18 مره ثانيه، تسديده يعني رقم 28 اللي لسه نازل محمد رمزي، لو لبست في وش رجله كان ممكن تبقى فيها كلام ثاني. الزرقاء كان تولى تدريب المباراه اكثر من مدير فني في القسم الثاني كان احمد الكاس وطارق محجوب.
الدوماني تولى مسؤولية نادي الزارع. عبد اللطيف الدوماني هداف المحلة السابق، كان عندهم علاء صابر طبعا اللي بدأ معاهم الموسم ده، كان عفة نصار تولى مسؤوليتهم، وماهر عبد الحليم اللي صعد بيهم من القسم الثالث لأنه نزلوا مرة القسم الثالث صعد بيهم الموسم الماضي للقسم الثاني، كان ماهر عبد الحليم. هنشوف هيعمل تغييرة ثالثة سمير موسى. في وسط الملعب نلعب في 81 دقيقة، ودي المرة الثانية الراجل هنا عور لوحده كده، وقع محمد رمزي، يبدو برضه ان هنا حصل إصابة كده، الراجل حدش كمل معاه خالص ولوحده إصابة، ممكن يكون التواء برضه في الأنكل. أدي الراجل بيستلم هنا، شوفوا بقى هنا مشاهدينا فتحت رجليه شوية مشكلة، سلامات محمد رمزي، شايفين حتى مكان يعني كرة هنا صعبة جدا يعني، لكن الحمد لله قام سليم. ادي طارق سعيد بيتكلم بيقول له ان لازم نبقى ثلاثه في قلب الملعب في وسط الملعب، ثلاثه ارتكاز، ويسيبوا بقى الاثنين الثلاثه اللي قدام هم اللي يكملوا في النواحي الهجوميه. ده بيتكلم هنا محمد التوني لعيبه وسط الملعب لارتكاز. رامي التماس رجع الكره مره ثانيه. ادي هنا طارق سعيد بعصبيه شويه يعني بيرجع الكره مره ثانيه، الراجل كان بيطلع الكره. راح له هنا الكابتن سمير محمود عثمان بيتكلم مع طارق السعيد. رمي التماس محمود ناجي ياخد فاول، شوف رقم خمسه، ادي رقم 11 البديل حسن ربيع عامل فاول مع محمود ناجي، بيطلع رقم 25 بسام الحسيني، ونزول رقم خمسة محمد جمال. ضغط على أيمن سعد، أمامية مرة تانية توصل في وسط الملعب. رامي التماس ما ربطش معاه هنا محمود ناجي، وتطول قطع رامي التماس لمصلحة الزرع. أدي محمد جمال رقم خمسة. رامي التماس دي محمد جمال لسه نازل بيشتت مره ثانيه خط ظهر اتحاد الشرطه، تطلع رمي التماس. لكن زي ما قلت لحضراتكم القسم الثاني دوري مميز جدا يعني لا يقل عن الدوري الممتاز، اسماء كبيره موجوده في الدوري الدرجه الثانيه كمديرين فنيين سواء بقى في دوري مجموعه بحري او في الصعيد، يعني نلاقي الكابتن صبري المنياوي في المنيا اللي كان قدم اعتذار، شديد قناوي، هشام عبد الرسول فتره، يعني اسماء موجوده كانت موجوده في بدايه الموسم، نلاقي في مدربين مشوا وسابوا الفرق لكن بداوا كده من بدايه الموسم، كان هشام عبد المنعم موجود معاهم في سوهاج، خالد متولي مدرب ايم بالسابق مع الالومنيوم، محمد الصنباطي في اينا، اسماء كبيره كان في بدايه الموسم، الكابتن هشام يا كان مع الواسطه، كان في الفيوم هشام عبد الرسول وبركات ابراهيم في المدينه المنوره، اسماء كبيره يعني، عصام عبد الجابر كان موجود معاهم في كيما اسوان، يعني اسماء مميزه جدا في الدوري. نتكلم على مجموعه بحر، تلاقي الكابتن رمضان السيد في بلديه المحله، كابتن محمد عامر واحد من نجوم النادي الاهلي مع غزل المحله، مره ثانيه جوه ال 18 ادي بحبح ضغط عليه من اثنين لعيبه عايز ياخد فاول، تطلع رميه التماس، ضغط من اسلام ابو سليمه متحرك كويس جدا بحبح برضو، رايح معاه اسلام ابو سليمه مره ثانيه. ادي هنا سامعين كان في اعتراض كده بيقولوا ان فيها ركله جزاء لكن كان قريب من الكره سمير عثمان، رمي التماس كانت طويله. ادي كريم عادل عبد الفتاح محمد فايز ماسك ده منهور، محمد فايز اسماء كبيره جدا موجوده، حميد بسيوني في حرس الحدود، كان كابتن مشير عثمان في البدايه قبل ما يمشي، نبيل محمود في الاولمبي، اسماء كبيره، اكرم عبد المجيد مع الحريه، مش عايزين ننسى حد كل ما بنفتكر كده. مره ثانيه ايمن سعد، مباراه مش ممتعه، مباراه مش حلوه، فاول 85 دقيقة، خمس دقايق على نهاية اللقاء. أدي الراجل هنا خدها لنفسه فيها ماسكة وفاول. محمد عبد الكريم
على مهله عايز يلعبها حلو، حطها ناحيه اليمين، ممكن الراجل يستلم كويس قوي هنا رقم 11 حسن ربيع، كان ممكن يكمل ويدخل ال 18 لكن اتاخر شويه، ضغط عليه يرجع مره ثانيه وتمريره مش مظبوطه. ايمن سعد حاطط ناحيه الشمال، ياسر حلمي لايمن سعد مره ثانيه، ياسر حلمي بيغير اللعب من الشمال لليمين ناحيه كريم عادل، استلام وحش قوي من كريم وتطلع رمي التماس. بيطلع عصام نصار، اسلام ابو سليمه، تشتيت في وسط الملعب، كريم عادل خبطت في كريم وغيرت اتجاهها وتطلع رمي التماس، اماميه طويله اتلعبت بسرعه، اسلام ابو سليمه لسه في الملعب ما خرجتش، عصام نصار يلحق بعرض الملعب على حدود خط ال 18، مانجا اماميه طويله يطلع مره ثانيه، احمد فوزي في وسط الملعب لحميده، محمد التوني بقى ثلاث لعيبه موجودين في نص الملعب دلوقتي مع الكابتن طارق السعيد كلاعب ارتكاز، عامل جهد برضه ايمن سعد تروح لحارس المرمى، لعبت بسرعه من رجب محمود في وسط الملعب، ياسر حلمي يلعبها ناحيه شمال، ايمن سعد اذا انتهى اللقاء كده، الشرطه هيرتفع رصيده العشر نقاط يوصل مع النصر وسيراميكا في نفس الرصيد، يوصل كده في المركز الرابع ويبقى مع النصر 10 نقاط وسيراميكا 10 نقاط وهيبقى متصدر الجدول منتخب السويس. مره ثانيه ناحيه الشمال، انشط لعيب اتحاد الشرطه في الشوط الثاني ايمن سعد، هو واحمد حسني الظهير الايسر، كرة كده غريبة الشكل عرضية، الراجل بيعمل ايه ده، كأنه بيعمل هجمة مرتدة على فريقه، رغم ان احنا لسه بنتكلم بنقول من افضل اللعيبة فعلا الشوط الثاني. حسن ربيع سيد معوض كالوشة لمحمد جمال اللي لسه نازل، احمد سمير موسى، مانجا سيب مكانه ومكمل وعامل الزيادة الهجومية يحطها مرة تانية، عايز يلعب 1 2، هل فيها لمسة يد ولا ايه، اتقطعت الكورة، الراجل مساك كان زايد وممكن يبقى فيها هجمة مرتدة، ياسر حلمي حطها ناحية شمال لوائل يلعب العرضية تسدد كده قال لك اخلص منها، اتطرفت منه الكورة وائل عبد الوهاب اللي قدامنا عنده فرصة يقف على الكورة لغاية ما لعيبته يبدأوا يكملوا ويزيدوا، كان لوحده في وسط ثلاث لعيبة قال لك اجرب اسدد يمكن تروح في الجول لكن راحت بعيد جدا عن المرمى. الأسبوع القادم ترسانة عنده مواجهة مع الدخان، ترسانة لسه عنده لقاء في الأسبوع الخامس بكرة مع اف سي مصر، لكن الأسبوع السادس ترسانة عنده لقاء مع الدخان، الزرقاء عنده لقاء مع نادي مصر الأسبوع القادم، نادي الزرقاء، كهرباء إسماعيلية مع الشرطة الأسبوع القادم خارج ملعبه اتحاد الشرطة، طارق السعيد عنده مواجهة مع كهرباء إسماعيلية، البنك الأهلي عنده مواجهة في ملعبه مع الشهداء، الاتصالات ودمياط الأسبوع القادم، المريخ والسيراميكا في ملعب المريخ، النصر والقناة، كوكا كولا ونجوم المستقبل، السكة الحديد مع جمهورية شبين في ملعب السكة الحديد، ومنتخب السويس الأسبوع القادم هيبقى مريح أو باي زي ما بيقولوا. في وسط الملعب خلاص 89 دقيقة. أحمد فوزي يلعبها أمامية يسيبها مانجا لوحده الراجل بيستلم. أمامية طويلة تترد مرة تانية زي ما بيقولوا بقى كده، علي بقى وانا علي كرات هنا تترد تروح هنا يروح مشتت خط الدار تروح لحارس المرمى، تروح ناحية الشمال، حسن ربيع لوحده الراجل عايز يعدي، عدى طولت منه الكورة لكن عايز يقع هنا وياخد ضرب جزاء او ياخد فاول خارج حدود 18، وبيتكلم هنا حسن ربيع بيقول له ان كان فيها دفعه هنا الراجل فيها مره واثنين كان ممكن يبقى فيها فاول. ادي المدير الفني المؤقت رئيس النادي سمير موسى مره ثانيه، يعني بقول لحضراتكم زي ما اتكلمنا في الشوط الاول، كابتن حسام غويبه لاعب المصري السابق هو اللي هيقود فريق الزرق في المباراه القادمه.
رمي التماس. هيواجهوا كمان نادي اف سي مصر، هتبقى مواجهه صعبه جدا للزرقاء. والشرطه عنده كهربت. اسمع ليه، ثلاث دقايق زي الشوط الاول، ثلاث دقايق وقت محتسب بدل ضائع رغم التغييرات، ورغم كان ممكن يبقى اكتر من كده، لكن وجهه نظر سمير محمود عثمان شايف ثلاث دقايق. يعدي مره ثانيه محمود ناجي، عايز يفكر في التسديد، فكر كتير قوي، اتقطعت، تروح لكافو في وسط الملعب، تمريره كان عايز يلعب بينيه ناحيه اليمين، لكن اسلام ابو سليمه متوقع كويس قوي، ويلعب اماميه طويله حلوه جوه ال 18، تروح ناحيه الشمال السيد معوض، توصل في قلب الملعب ياسر حلمي لكريم عادل عبد الفتاح، لعب فتره في السكه الحديد، لعب فتره في الاولمبي، لعب فتره في الترسانه. كريم عادل رمي التماس. افضل فتراتهم اتحاد الشرطه موسم 2009 2010، كانوا خدوا مركز رابع في الدوري، افضل مركز ليهم اتحاد الشرطه في الدوري، وزي ما قلت لحضراتكم لعبوا موسم 75 76، لعبوا 11 مباراه وانسحبوا من الدوري، خدوا 6 نقاط، ومن ال 11 مباراه كانوا فازوا مرتين وخسروا 7 موسم 75 76، كانوا جابوا 8 تجوال ودخل مرمهم 23 هدف، ده كان في اول مشاركه ليهم في الدوري الممتاز موسم 75 76. عملت حلوه ناحيه الشمال سيد معوض، حلوه العرضيه لكن يطلع مره ثانيه خط الدار، عدد قليل جدا من فريق الزرقاء، مهاجم وحيد بحبح بس لوحده في وسط 5 6 لعيبه، الزياده الهجوميه مش موجوده، عايز يعدي هنا احمد سمير موسى، طولت منه ايمن سعد، عايز ياخد فاول، فاول مصلحه الزرقاء. خلاص بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. يلا يا حميده، يلا يا رجاله، امسك للاخر. ضربه حره مباشره اتلعبت عاليه جوه ال 18، تترد ياسر حلمي اماميه ناحيه اليمين، ضغط فريق الزرقاء في اخر دقيقه، فاول، ياخد فاول السيد معوض هداف المجموعه لغايه دلوقتي، هو الشادي اجوجو لاعب سيراميكا 5 تجوال، ومعاه محمد حسن ميدو جايب 4 تجوال. ادي فاول، اتلعبت الكره بسرعه تروح ناحيه الشمال، ممكن تلعب عرضيه، تاخر كتير الراجل عايز يروغ، طولت منه الكوره، عايز يلعب عرضيه، حطها في الزاويه البعيده، يطلع خط الظهر مره ثانيه، تترد في وسط الملعب، ياسر حلمي، ياسر حلمي تطلع رمي التماس. شادي اجوجو زي ما قلت لحضراتكم 5 تجوال، هداف المجموعه. في الاتصالات ياسر زحلق من الاتصالات 4 تجوال، عمرو الشحات البنك الاهلي 4 تجوال، علي شوقي نجوم المستقبل 3، يحيى حامد منتخب السويس 3، وعجله لاعب الشرطه 3، لكن محمد حسن ميدو 4 تجوال. وفي هذه اللحظات سمير محمود عثمان بيطلق صافره نهايه المباراه بفوز اتحاد الشرطه بهدف للراجل اللي قدامنا.